بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني في الله، سنكمل إن شاء الله ما درسناه بين المغرب والعشاء، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. وانتهى بنا المقام عند ذكر القاعدة الفرعية الثالثة المدرجة تحت هذه القاعدة الكلية، وهي مقاصد اللفظ على نية اللفظ، مقاصد اللفظ على نية اللفظ. إذن إخواني في الله، من تكلم بلفظ فإننا نحاسبه على لفظه وعلى قصده، فلا نفصل اللفظ عن القصد ولا نفصل القصد عن اللفظ. فذاك الرجل الذي كان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئته. فهنا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أجعلتني لله ندا، أو أجعلتني والله عدلا، قل ما شاء الله وحده. فأمره بتصحيح اللفظ، ولكنه راعى قصده بحيث أنه لم يحكم عليه بكفر أو فسق أو فجور أو عقاب. لذا فمقاصد اللفظ على نية اللفظ، وإن كان قد دعا الإسلام إلى تصحيح الألفاظ كما دعا إلى تصحيح النيات. ومن أشهر الأمثلة أو الأدلة على هذه القاعدة ما ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي ضلت ناقته ثم وجدها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وهذا الحديث في البخاري رقم 6309، وعند مسلم 2747. إذن ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهل حكم عليه بكفر وردة وخروج من الإسلام بمجرد اللفظ، أم روعي مقصده؟ لا شك أنه روعي مقصده، مع أنه مطالب بتصحيح اللفظ، فلا نغفل. لذا قال ابن القيم رحمه الله أيضا في إعلام الموقعين الجزء الرابع صفحة 428: فعلم أن اللفظ إنما يوجب معناه لقصد المتكلم به، والله تعالى رفع المؤاخذة عمن حدث نفسه بأمر بغير تلفظ أو عمل، كما رفعها عن تلفظ باللفظ من غير قصد لمعناه. انظر إلى هذه الدقة. قال: والله تعالى رفع المؤاخذ عمن حدث نفسه بأمر بغير تلفظ أو عمل. من حدثته نفسه بأمر حرام فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يلتفت
إلى ما راودته عليه نفسه وحدثته به نفسه فهذا لا شيء عليه. فهذا حاله كحال الذي تكلم ولكنه لم يقصد المعنى من هذا الكلام. قال: كما رفعها عمن تلفظ باللفظ من غير قصد لمعناه. فمن تكلم بلفظ ولم يقصد معناه فقد عفي عنه برحمة الله عز وجل من غير قصد لمعناه ولا إرادة. ثم قال في النهاية: ولهذا لا يكفر، لا يكفر، حتى لا يتعجل الإنسان في تكفير الناس، ولهذا لا يكفر من جرى على لسانه لفظ الكفر سبقا من غير قصد. من غير قصد لماذا؟ لا، من غير قصد للكلام. المرجئة هم قالوا من غير قصد للكفر، لكن أهل السنة هم الذين قالوا من غير قصد للفعل. هذه نبه عليها مشايخنا الشيخ الألباني والشيخ علي الحلبي في كثير من المقامات، فتنبهوا فتفرق بين المرجئة وبين أهل السنة، فهنا ينبغي التنبه. وشيخنا الألباني رحمه الله هو إمام الأئمة في محاربة المرجئة في زمانه، بل هو أظهر أشياء في نقض المرجئة لم يظهرها كثير من العلماء السابقين، ولنا والحمد لله أشرطة مسجلة في موضوع الإيمان والكفر، ننصح الإخوة بالرجوع لها، وهذه المسألة تعرضنا لها بتوسع في هذه الأشرطة. إذا ننظروا، قال: ولهذا لا يكفر، لا يكفر من جرى على لسانه لفظ الكفر سبقا من غير قصد. قصد لإيش؟ للفعل وللكلام. بسبب ماذا؟ قال: لفرح أو دهش وغير ذلك. فإذا إخواني في الله، هذه هي بعض القواعد المدرجة تحت قاعدة كلية الأمور بمقاصدها. راجينا من الله عز وجل أن يكرمنا أن نتكلم في باقي القواعد، ومع درس قادم إن شاء الله تكون البقية وتكون مع القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.